المحدد صلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره. وطنية بامتياز قررها السيد رئيس الجمهورية السيد المجيد تبون في برنامجه. إن المجلس الوطني للبرامج هيئة وطنية مختصة تقدم آراء واقتراحات في كل المسائل المرتبطة بالمناهج الدراسية انطلاقا من تصورها فإعدادها ثم تقييمها، كما يعهد للمجلس المساهمة في وضعها حيز التطبيق ومتابعة تنفيذها في الميدان، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالمواقيت والوسائل التعليمية. وبالنظر لهذه المهام الجوهرية والهامة تم تعزيز تشكيلته بالموارد البشرية اللازمة من ذوي الخبرات في مجال التربية والتعليم وكفاءات وخبراء من هيئات مؤسساتية مختصة تتمثل في المجلس الإسلامي الأعلى، المجلس الأعلى للغة العربية، المحافظة السامية الأمازيغية، والمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.